في التاسع عشر من مارس لعام 2011 خرج من منزله ليدور أهله في دوامة البحث عنه التي استمرت لمدة خمسة أيام واطمأنوا بعدها إلى أن روح ابنهم قد انتقلت إلى بارئها ذلك هو الشهيد هاني عبد العزيز من منطقه البلاد القديم الذي سنكون في ضيافه عائلته في هذا اليوم من برنامجكم احياء قبل ان نبدا هذه الحلقه اعزائي المشاهدين نذهب الى تقرير بسيط ونعود مجددا <applause> No! Yeah. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم أحياء والتي تسلط الضوء على حياة الشهيد هاني عبد العزيز بداية رحبوا معي بالضيوف الكرام والد الشهيد أبو فيصل مرحبا بك وزوجة الشهيد أم حسين مرحبا بك ومربية الشهيد أم السادة مرحبا بك بداية يعني أبدأ وياك أبو فيصل حدثنا عن الشهيد يعني عن منذ ولادته، كلمنا عن الشهيد في صغره، يعني وش مميزات الشهيد؟ وش وش تستذكرون؟ وش من مواقف في بالكم عن الشهيد رحمة الله عليه؟ والله كان الشهيد رحمه الله في صغره ذهب إلى المدرسة نعم ودرس إلى أن يعني ما كمل دراسته نعم وبعدين انفصل من المدرسة واشتغل في شركة في ميناء سلمان نعم وكانت حياته بالنسبه لي انا طيبه ومعامله حسنه وجيده. نعم. وقبل وقبل وفاته كان عمره الى ان توفي 33 عام. نعم. الى ان ارتفع الى ان الى ان مات هذا الشهيد الحمد لله رب العالمين. الى ان توفى هذا الشهيد وهو في ثلاثة وثلاثين سنة من عمره وكان في حياته نعم عاش مع زوجته ثلاث سنوات تقريبا نعم وعند وخلف اطفال اثنين اللي هو حسين وزهرة نعم وكان عمرهم الان كم سنتين نعم ها ثلاث ثلاث سنوات نعم. وهم يتربون في احضاني انا واحضان امه عندي في البيت. نعم ما زالوا ام الساده يعني ارتبط اسمك بالشهيد فحدثينا عن هذه العلاقه التي بينك وبين الشهيد رحمه الله علي. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون من هذا الشهيد هاني يعني كان في بيتنا صدق اني ما جبته ولا ولد تبع بس هذا ولدي ولدنا كنا مو ولد الديرة ولد الديرة هو ولدي أنا يعني بالذات الصدق هو ربته أمه بس كان عندي كله في البيت يعني كان يحبني وأحب ولادي وأحب أمي كان كله في بيتنا أكثر وقته في بيتنا يعني يجي بيتهم حتى ما تقول لي تقول لك كلهم هناك كان يحبنا كلش قد ما احنا نحبه حتى ما يرضى اني اذا بروح اخذ اي شيء لو بطلع قال لي لا انا يعني يحبني مثل امه ما ما ادري كيف يعني ما تركنا اللي قبل لا يتزوج بكم سنه بس كان كله في البيت اعظم وقته في البيت يعني معظم اوقاته كله ويانا ما يقعد في بيتهم قد بيتنا يعني ما انقطع عن بيتنا الا قبل لا يتزوج وتالي ما ادري كيف اوصل الخبر إلينا باستشهاده، كأنه صاعقه نزلت علينا. نعم. طيب زلزلنا. في يعني في فتره علاقته وياكم خصوصا في مرحله الصغر يعني. اي. وش تستذكرون من ما وش استذكر؟ كان وش اقول لك؟ شفت الفراشه اللي تتنقل من زهره لزهره هالشكل من بيتنا لبيتهم، يعني وش؟ ما تقول حنون طيب، يعني اخلاقه اخلاقه عاليه. وطيبتها وحنانتها ومسالم ليه ما كبر وتزوج راسه ما يرفعه يعني مسالم لدرجه ما تتصورها يعني الكل يتاسف عليه صدقني ما ربيته بس كان قطعه من قلبي ومن مات حتى بناتي كان في فتره السلام الوطنيه بس سمعوا الخبر ما قدروا كان محاصر البلاد قالوا لو ندخل لو باي طريقه بس حق التشييع يعني هاني مو بس هذه قتلنا مو هو اللي مات احنا اللي متنا وياه الله يرحمه ان شاء الله ام حسين يعني حدثينا عن بدايه يعني ارتباطك بالشهيد وش لمستين من شخصيه الشهيد ما الذي يميز الشهيد وش تتذكرين من مواقف مع الشهيد كان حنون ويحب يعني العمل يعمل يعني يشتغل ليل ونهار بس عشان نعيش وحنو اجتماعي وكله يضحك يعني بشوش ويحب زملاء في العمل حياتنا كانت يعني قصيرة يا بس يعني سعيدة يا نعم. يعني وعلاقته ويا ويا اولاده شلون؟ لا اولاده بعد يعني احنا ما جبناهم لبعلاج بس كان يعني من انه جاب يعني له جهل قال انا با كله باخذهم عندي يعني ما بقصر عليهم يعني يخلي روحه وياخذ لاولاده ما يقصر عليهم قال انا باوديهم احسن مدرسه بعلمهم احسن تعليم ما بقصر بلبس ما افضل لباس عشان يكون احسن مني هو استشهد واولاده كم كانت اعمارهم كان عمرهم سنه وشهر سنه وشهر الله يرحمه ان شاء الله ابو فيصل يعني آه. نختم هالمحطه الذكريات وياك ما تتذكر شيء ويا بلع. مواقف ويا الشهيد والله الشهيد قبل استشهاده بثلاث ساعات نعم آه. قبل استشهاد بثلاث ساعات حصلت واقف برا على الباب ويا واحد من جيراننا اسمه حجي خليل واحنا قريب يعني باقي عن الاذان يعني ساعتين لثلاث قلت له يا ولد ترى المسيره جايه انت حط كنت وانتبه لنفسك انت ما ما اقول لك لا تروح روح لكن انتبه لنفسك لان هذا لين مشكل امرهم يعني ما يعرفون اذا شايب او كبير او شباب قال لي الرزق يا مو عليك ولا علي انا الرزق على الله والحياه مع الظالمين مشكلة يعني نعم فانا اذا قتلت اولادي ما بيضيعون ولا انت بدي خير وبركات من نعم وصدق في كلامه كان عنده ايمان يعني <applause> عنده وحاس لو مو حاس ما قال ذا الكلام لان بعد الكلام بثلاث ساعات جاني الخبر انا نعم. انه انضرب ضربات بليغه يعني ام الساده انا احس انه الى الحين عندش كلام انا ما ابغى اطلع من هالمحطه قبل آه. لا يعني حدثينا بعد اكثر عن ذكرياتك مع الشهيد، وإيش من مواقف تتذكرين مع الشهيد؟ ما اتذكر لك الخير صراحه يعني صدق ولد ما جبته بس كان لي ولد بين اولادي يعني هذه بناتي خواته كان كلش ما ما يفارق بيتنا واجد يعني تاثرنا لدرجه ويش تمنيت الموت يعني عن الصدق وانا <applause> اني واجد يعني اتعاطف ويا الناس بس هذا كان في بيتنا على طول يعني حتى بيتهم لو تسألهم ممكن أبوه يعني هذه حاضر غايب بس تسأل أمه وخواته كان كله في بيتنا وعيدنا في بيتنا يعني ما يفارق بيتنا أبدا كيف بنسى أنا يوم سمعت الخبر ما قدرت ما قدرت وش هذه الله بس يرحمي. أم أسأل سؤال إلى هذا اللي قتله وضربه يقدر ينام يعني قلبه ما ينبه ضميره لو يقدر يتخيل روحه دقيقه واحده يتخيل محل هاني اخوه لو ولده وش بيسوي وش ردة فعله ما اخذ حكمه من عداله الدنيا بيأخده من عداله إن شاء الله السماء ان شاء الله ما وسي في احد يطوف من عداله الدنيا وسيكون أغلقى. الشهيد شفيعكم ان شاء الله يوم آه. المحشر اعزائي المشاهدين قبل ان ننتقل الى المحطه القادمه نذهب الى فاصل قصير ونعود مجددا مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم أحياء والتي تسلط الضوء على حياة الشهيد هاني عبد العزيز <applause> رحمة الله عليه في هذه المحطة سنحاول أن نتحدث عن علاقة الشهيد بالمجتمع علاقة الشهيد بالناس ويعني أبدأ معك أبو هاني يعني من خلال ارتباطكم بالشهيد شلون كان علاقته ويا الناس مع الجيران مع ال... فعاليات في المنطقة مع المأتم مع المسجد علاقة الشهيد بالمسجد وبالمأتم وبالناس عالية ومقبولة نعم وعلاقة بوالديها الحمد لله ولله الحمد والله بذمته حلل نعم هل كان متواجد في الفعاليات في المأتم أي نعم في المسجد متجو... متواجد في المأتم وفي المسجد ومع الناس متجو... متواجد أزد مني أنا بعد نعم كان حريص على الكراءة. كان حريص على القراءة كان حريص على المجتمع ما بعد وفاته بعد أن توفي استشهد وتوفي مم. كل من لاقاني إلى اليوم إلى باكر سواء من الديرة أو خارج الديرة يقولون الحنية إليك على شهادة هذا الولد اللي مم. كانت أخلاقه عالية ويا الناس كلها يعني مم. راح والكل راضي عليه الله يرحمه ما في أحد لا نساء ولا رجال وأنت تسمع يوم السعادة واحدة منهم نعم في بيته نعم هاي واحدة منهم ويا اولادها وادرى عنها هنا. نعم الحمد لله رب العالمين واخوانا مثله بعد نفس الحكي اكو مسجلين نعم. داخل السجون انا الله ابتلاني نعم بشهادته وابتلاني بأخوانه لكن الله سبحانه وتعالى بيعوضني انا ان شاء الله محسن يعني في خلال فتره حياتكم مع الشهيد شلون وجدتون علاقته بالناس علاقته بالاهل بالجيران بزملاء في العمل بالنشاط الاجتماعي كان زملاء اللي في العمل كله يحبونه يعني مزوح يعني بشوش يعني ما ياخذون داي بيطلع من مكان بيتريقون لازم يبغونه اياه يعني نعم يعني يحبونه واجد يحبونه يعني اذا صارت مناسبه اول واحد لازم يروحوا نعم. عنده يعني موقف كله يعني اذا يجي يحب يروح عند خاله مكتب يروح كل يقعد هناك نعم. لازم يعني ليلي لازم يروح يزور اخاله نعم. يقعد وياهم ويا نسابه يتجاورهم وياهم تالي يجي يعني يقعد وياي نعم نعم الله يرحمه ان شاء الله ام الساده تستذكرين شيء عن علاقه الشهيد أوه. قد تكون علاقته وياكم مثال على والله ويش اقول لك يعني يمكن يخون لي التعبير نعم. يعني في هالظروف وهالوقت انت يعني قلبت علي المواجهه الله يرحمه وحطيت إن شاء الله. على الجرح ملح يمكن يخونني التعبير وما اقدر اتكلم ما يعني ارتبك وما ادري وش اقول الله يرحمه ان شاء الله ويصبر. يعني واجد حز في نفسنا يعني مو بس ويانا احنا اذا انت تشوف اخلاقه عاليه ويا الكل نعم يعني ما كانه ويش ملاك الحمد لله رب العالمين الله يهنيه ان شاء الله ابو فيصل يعني انت بشكل شخصي بينك وبين الشهيد ما تستذكر مواقف انت احتجت في فتره من الفترات لا لا انا الحمد لله رب العالمين اللي سويته واجب علي اسوي له نعم انا ما احتجت لاولادي كلهم لحد الان نعم ولا هو محتاج ان شاء الله ليهم الله يخليني ليهم انا ادخر ان شاء الله وخليهم لنسوانهم واولادهم ويعيشون حياه طيبه وسعيده بس لو احتجت الشهيد لكان بجانبك اي يعني. الله يرحمه ويحفظ كلهم ان شاء الله اي نعم بويه. علاقته باهله اخوانه إذا ليش من الباب نعم. هو جاي من العمل وانا اتغدى في الصاله اكثر شيء ودخل من الباب في صخ جوتي ونادي والدته برستين لنا غدا قالت لك كل غدا على الفريزر في المطبخ فيه وروح نعم. نعم. يجيب الغدا ويوقف على راسي كان ما اقدر اتحكي انا والله دين الغبنة وقف على راسي بصيني كذي يقول له لا الله وانت انا ما اقدر اعيش نعم شوف انت تعطك بنات لين بنيت لنا سويت لنا لكن الله يبرد امك ويحللك ويعطيك الله خير كان وفي الشيء نعم وفي وياي في اخلاقه وفي قعدته في روحته في جيته في دكان مال خاله اذا رحت انا وهو قاعد يقوم نعم حياك ابوي استريح واقعد يسولف ويضحك وياي ويا خاله ويا الجماعه اللي قاعدين يعني ما اقدر انا افصل التفاصيل يعني مو بس ولدي شعب البحرين انا قلت في العالم شعب البحرين نساء ورجال يتحلون باخلاق رسول الله هاي. هذا الشعب صحيح ويتحلون طيبه موجوده يعني إيه اخلاق انا ما انا اشتغلت في شركات يا في انجلتيا ويا امريكان ويا فلبينيين يا هنود في عسري بواخر تجي من كل مكان وانا اشتغل نعم وانا اشتغلت اول امن على الباب سكيورتي مسؤول شيفت على الباب نعم بعدين انا تنقلت صارت مشاكل نعم نفس ما صار مشاكل نعم الحين فطيبه طيبه الشعب البحريني حاضره يعني إيه مثل ما صار حين على شعب البحرين بالعديه نعم وبالتنكيل وبالضرب والقتل نعم صار في عسري وضع مدير آه عام واحد برتقالي كلب نعم قام يحط سركلرات يطلعها اذا تجي عامل مو في مكان يجيب رقمه ما ادري شنو هالسوالف نعم نعم شددون قلت له من هذا العمل ما ابغي قال انا اذا قطعت ارزاق الناس الله قطع رجلي اخلاق, نعم أخلاق, نعم أخلاق, أخلاق البحرينيه اعلى من يا اخلاق <applause> البحرينيين اعلى من هذا فانا ما اقدر اتكلم عن البحرينيين في ولدي واحد منهم نعم 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 اعزائي المشاهدين قبل ان ننتقل الى القسم الثالث من هذه الحلقه نذهب الى فاصل قصير ونعود مجددا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم أحياء والتي تسلط الضوء على حياة الشهيد هاني عبد العزيز رحمة الله عليه وفي هذه المحطة سوف نحاول أن نتحدث عن ظروف الاستشهاد وما بعد الاستشهاد فيما يخص الشهيد بداية أبو فيصل يعني يوم اللي صارت الحادثة حادثة استهداف الشهيد حلو. وش كانت الظروف في المنطقة؟ وش كان الوضع؟ وشلون تمت عملية الاستشهاد <applause> يعني؟ والله كانت الظروف في المنطقة هذه بلاد القديم من الزنجي لعذاري كأنهم في زلزلة نعم حزنا عليه لا نقصد نس... أول شيء قبل عم. لا يصاب الشهيد قبل لا يصاب الشهيد يوم طلع يعني. من بيتهم يوم اللي أصيب يوم اللي طلع من بيتهم وش كان الوضع في ال... كان الوضع في البلاد طالعين مسيرة نعم وانا تكلمت فيها قبل ثلاث ساعات برا على الباب قبل ما توصل يعني مسيره نعم. وهو موجود وكان يا واحد من جارنا من جيراننا واقف وياه قلت يا ولدي حط بالك كل مسيره جايه وانتبه لروحك رد علي قال لي يا ابوي الاعمار بيد الله والحياه مع الظالمين نعم هذا اللي قال وقال لي يا ابوي انا لا رزقي عليك ولا رزقك علي ولا رزق العالم كله اللي في الدنيا موجود والحياه مع هذا لين مشكل صحيح. فانا بأ... انا بمشي المسيره نعم. واللي يصير واللي يصير يصير <applause> واحنا رايحين ندافع عن حقوق شرعيه بالنسبه للبحرينيين وانا واحد منهم نعم انا كم معاشي انا لولا الله انت اموت نعم فقلت له الله الله يحفظكم ان شاء الله يا ولدي وانا بروح اصلي جماعه وانت يعني حط بالك يعني حط بالك يا ولدي نعم. ورحت المسجد اصلي جماعه هني صحتنا المسجد طلعت من المسجد ولا البلد في روجه وضجة قوات الامن كانت متواجده قوات الامن متواجده صايره جنوب المسجد نعم وكان وكان ورا المسجد بنايه الى الصندوق الخيري نعم لما لحقوهم القوات الامن هو واحد منهم اللي دش في البنايه بنايه بعد يعني. هي تحت البنايه يعني اوكي هني البنايه موجوده اي تحت البناء كانت, كانت تحت, تحت البناء هي إيه كانت تحت البناء مي كامله نعم فدش داخل عشان يختبؤون عشان يختبؤون وغيره هو ويا واحد نعم شو هذاك اللي وياه فر وشقح من الفتحه مالت الايسي نعم اللي وياه وهذا بقى فسيده بس ما كلمه سيده عاجله بالضربات طلقات شنو؟ طلقات رصاصيه <applause> شوزن شوزن, شوزن. الى ان طاح على الارض <applause> وتنثر لحمه مرجوله بالطوب بالضربات وكذب بعدين هو في المحكمه تبغى اجيب الكامل يعني؟ ايه تفضل ايه فضربه ضربات يعني مثل ما تقول هاني عند التلفزيون طاح وهو هنا قريبه يعني قريبه ايه نعم وضرب الضربات الى ان اغمي عليه نعم من ضمن الطلق اغمي عليه بس وطلع. تركه وطلع تركوه مرمي وطلع اي نعم في واحد مصري في نفس تحت البنايه يعني ناطور على البناية مو مات الصندوق لا بناية ثانية تحت نعم شاف الحادث شاف الحادث وبعدين جوا صبيان قال لهم ترى ما واحد مضروب داخل عقب ما مشوكم نعم دشوا اللي هو الدم مغطي المحل وضمان لحمه وما شالوه تلثموا شالوه حطوا بالسيارة ودوا المستشفى الدولي نعم وتم هناك مثل ما قالوا البيت والجماعة والناس عقب خمسة أيام احنا دلنا عن شهادته نعم. موعدهم محدود. يعني رسميا ما عرفتون انه هو استشهد لا لا هم لا عقب خمسه ايام انا ادري وقال لي دكتور مصري هناك نعم بس انا حتى لبيتنا ما قلت ولا شيء عشان لا يصير عبارة. بس رسميا متى خبروا؟ خمسه ايام عقب خمسة, خمسه ايام اي رحنا رحنا المستشفى السلوانية ولا رحت للقوات مال الجيش زين في هالخمسة ايام ما كنتم تسالونهم بشكل رسمي؟ بلا انا رحت ما خلوني اسال ما يسمحون؟ لك المستشفى العسكري ويا واحد من الديره ما خلونا قال مو عندنا ذا الاسم موجود مو موجود؟ اي نعم نكره. قالوا مو موجود وبعد خمسة ايام اتصلوا هني وصارت الكلدرة وهذا ورحت المستشفى السلمانية انا سكت الله يرحمه ان شاء الله إيه. الله يرحمه فولدي الحمد لله وفد على ام رح حسين رح مم. رح مم. رح الحمد لله ام حسين يعني وش تستذكرين اخر لقاء كان بينك وبين الشهيد في البدايه؟ كان اخر لقاء يعني قاعدين نتغدى قاعد يلاعب الجهال كان في اليوم اللي استشهد فيه؟ ايه كان يلعب إياهم وتالي يعني طور إياهم يلعب حتى تعلقوا ب الله يرحمه إن شاء الله 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 يرحمه طيب شلون استم يعني عرفتون عن تين شخصيا شلون تلقيتين خبر الاستشهاد قعد يعني فترة يعني طول ما جا يعني أذن الأذان ولا جا يعني قلنا ما يندر وش السالفة أكيد صار في شى ، إتصلنا إلى أني يا أخته كل ما نتصل ما يرد على التلفون كل مرة كل حين نتصل له ما يشيله تالي شاله واحد يعني في الطريق شاف تلفونه وشاله قال هذا التلفون مرمى هني في الأرض قالت لي هذا تلفون اخوي وجابي عن البيت نعم وتالي يعني ظلينا نتصل تالي يعني سمعنا المغرب انه يعني عمي هاي جوله رجال وقالوا لنا ولدك مصاب وفي الدوله واخذوا إياهم تالي ما ندري وش سالفة يعني بالضبط وش صار عليه بعد خمسة ايام شلون تلقيتون شلون عرفتين خبر الاستشاره احنا اول شيء اتصلوا الى اخته نعم يعني ما يقدر كيف يعني الطريقة يعني وصل الخبر إلى أخته يعني إن عرف ورقم أخته اتصلوا إليها قال لها أنتين من وين اتصلوا؟ في تل... ايه في نقال لا من هو اللي متصل يعني؟ ايه دي مركز الشرطة مركز الشرطة اللي اتصل إيه وتالي قال لها إن هذا الشخص توفى يعني انصدمت أخته يعني ما قدرت وش تقول تالي يعني مين مصدقة تالي أخذ التلفون زوجها ورد اتصل إليهم قالوا إيه هذا الشخص يعني بس خلاص توفى الله يرحمه إن شاء الله أم السادة وش كانت ردة فعلش لما سمعتين خبر استشهاد الشهيد زلزلة حولت علينا صاعقة أقول لك يعني مو تقول إن إحنا وهو مات إحنا متنا وقت اللي سمعنا الخبر كنت وقت من ما يوم انضرب كان احنا بيتنا يطل على الشارع لا. كان في نفس اليوم اشوف الشرطه كلها واقفه على الشارع ما تبعدت عندي بنت تخاف كانت خايفه كلها تقول شوفي كيف واقفين ما يتحركون ما ادري وش كلها تقول ما ادري وش صاير تروح وتجي طالع اقول انزين خليهم وش عايش منهم ما يندروا وش هز نعم. تقول ما ادري مو راضيين تبعدوا من هالمكان كان كل صب هني بيت هذه يعني صوب البنايه قريب بس نعم. كان على الشارع ما تباعدوا يعني صار لهم يمكن تقريبا ازيد من ساعه هم واقفين وهذه كلها خايفه نعم تدري وش عايش منهم وش بيسوون ما عايش منهم اللي بيسوونه يسوونه ما يندروا وش هز المهم تالي يوم درينا يعني وضحت الصوره عندنا نعم انها الوقفه هذه اللي جودوا يعني عن لحد ايش يمكن تقريبا ساعه واقفة على الشارع متمركزين نعم. عن لحد يدش يعني هذه يشوفوا وشيلة. تالي عرفنا انه يوم سمعنا قالوا هذه وظليت يعني تدري اني مثل ما قلت لك انا صدق مو امه بس تربى يعني ويانا وهذه قلبي محترق عليه نعم نعم اتصل لاخوانا اسايلهم يعني مو ما اتصل لاخو عبد الله سايل مو ما هذه اتصل لعباس سايلهم عنا نعم ما يعني كل يوم اسايل عنه وكل يقول لي ما ندري ما ندري الى يوم اللي سمعت يعني سمعت وش اقول لك الخبر تعرف يعني امي إذا تسمع عن ضناها نعم انا الصدق ما جبته بس كان ضناي نعم واحد من ولادي يعني الساعه مت ما قدرت يمكن يعني فهني قتلت روحي ما قدرت نصري ولا اليوم ولا باكر اذا يجي طاري واحنا على طول الى حين نعم. يعني في بيتنا الى حين تقريبا ليليا نجيب طاري نعم. يعني نتذكر الى مواقف نتذكر هذه بناتي لازم نجيب طاري ابدا نعم. ما يعني ينسهاني هاني من البيت الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه الله يرحمه طيب ابو فيصل بالنسبه للحين يعني بعد الاستشهاد وظروف ظروف المحاكمه وش صار في المحكمه شلون والله انا حضرت في المحكمه ثلاث مرات وكانت المحامي ريم خلف نعم من قبل الوفاق نعم في المحكمه الاول هذا القاضي ما تم يعني. كله ويا المحامي سؤال جواب في, في المحكمه الثانيه بعد ما استدعاني نعم في المحكمه الثالثه لانه في الثانيه جابوه الجلسه الثالثه استدعوكم الجلسة الثالثة هو هناك المجرم ده نعم قال لي هذا اللي هو القاضي أول قال للمحامية ولي أمره هنا قالت لك, وقاعد. قال لك قال لي تعال حجي قدام قلت رحت له قال لي وش شعورك بالنسبة لابنك قلت له مسموح لي أتكلم سعادة القاضي قال إيه نعم تكلم اللي عندك قلت له أنت الله وش قال في القرآن قال ومن قتل نفسا متعمدا <applause> جزاء جهنم وهذا من اهل النار بقاء على الارض مفسد وفي ذمتكم انتم في ذمه الحكومه لان القاتل يقتل ولو بعد حين ويجب قتله انا لا ابغى فلوس ولا ابغى تعويض ولا ابغى شيء ابغى قتله لان هذا رجل مثل ما جر على ولده وقتل بيقتل غيره حتى انتم اذا يحصل فيكم فرصه بقتلكم هذا مجرم ما عنده ده. ايمان ضرب ولدي لا نغمي عليه وطلع عنه ويعرف انه بعد الاغماء بيتوفى وتوفى عقب ثلاث اربع ساعات ولدي انا نعم. وهو يدري فانا ارجو من الله ومنكم واذا ما قتلتموه هذا ولا اخذتم هذه الاجراءات يوم القيامه بيجيبك انت وبجيب الملك وبجيب الحكومه وبجيبني انا وبجيب هذا اللي قاعدين كلهم بيقول لهم وش قال لكم ابو الشهيد هذا نعم. ابو المقتول وش قال لكم في المحكمه كل شيء سجل الله يقول ولا صغيره ولا كبيره الا احصاها نعم ووجدوا ما عملوا حاضر حاضراً. ولا يظلم ربك احدا وما يلفظ من قول هذه الآية وما يلفظ من قول الله لديه رقيب عتيم كل اقوالك هذه واقوالي انا سجلت عند رب العالمين وانا والده والله لا يبرد ذمته ولا ذمتكم حتى انتم بعد اذا تساعدون هذا المجرم نعم يجب قتله الحين اعدامه بعد ما يحضر هاي الثلاثة الحين المفروض خلاص طيب بعدين يعني. الاجراءات المحاكمه وين راحت؟ وحكموا عليه سبع سنوات سبع سنوات لانهم ما يقدرون يمشون امر الا بامر دلاك نعم حكموا عليه سبع سنوات وبعد صدر حكم على القاتل في صدر حكم في الجلسه الثالثه السجن سبع سنوات سبع سنوات بعد بس اشهر من سبع سنوات لستة شهور او سبع شهور وهدوا كل العالم درجة بعد الاستئناف حكموه سبعة شهور اي وافرج <applause> عنه وافرج عنه يعني الحين اللي درجة. متهم بقتل الشهيد اي نعم عنه افرج عنه اي نعم وهدوه ما صار عليه اي شيء الحين مهدول والله اعلم بس هو متاكد انا لأن وانا في المحكمه قاعد وهو يتلافت يمين وشمال لان الله عطنا الرعب والخوف نعم نعم اي نعم, إيه نعم. بس حاليا حاليا انهى مدته اللي نعم مدته ستة او سبعة شهور وافرج عنه افرج عنه باوامر السياده نعم اللي امروا بقتل ولدي اذا فر من عذاب الدنيا ان شاء الله ما يفر من عذاب الاخره مو الساده قبل واحنا في مقارب ان احنا ننتهي من هذه الحلقه نبغي منك كلمه اخيره في ظلال ذكرى الشهيد يعني الله يسلمك تحيه تحية كبيرة تحية وإجلال إلى آباء الشهداء وأهل الشهداء كامل وعائلة الشهيد هاني هذا لين لو وش لو وش يسوي الشعب ليهم ما يقدر يوفي إليهم لا. لأن لو صار حل ولو صار أي شيء دم الشهداء دم مو الشهداء الشهداء ما بترجع اللي راحت آه اللي راح نظرهم واللي راحت أعضاء من أجسامهم ما بترجع <تصفيق> 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 اي تعويض ما بيصير. تعويض عند رب العالمين. عند رب العالمين، <applause> بس انا أم اسال. الحين انت اللي تسوي هالشكل. وتبلغ عن ديرتك، وتسوي. هذا لانها اللي سوي لهم. بيجون اللي حطوك في ديك الحفره، حفره ضربه سخين. بيجون يشفعون لك، بيدافعون عنك، بيقولوا هذا خدمنا علشان احنا نتوسط اليه، هناك ما في. هناك ما في. إلا عذاب القبر وهذا ليوم القيامة هو يتعذب أحسنت يا أم السادة إن شاء الله بعد هذه الثورة وهذا الحراك إن شاء الله لن تنتهي إلا بعزة المواطنين إن شاء الله, شاء الله. أم حسين أم أختم وياش يعني وش تقولين في ختام حلقة كانت تتحدث عن زوجك الشهيد لو لو الله سبحانه وتعالى شاء ان يسمع الشهيد الان منك ماذا تقولين له؟ اذا يعني يوصل حكي الي انا بهتم باولاده بربيهم بتحمل بهم بكبرهم بعلمهم بقص عليهم قصته وش صار عليه انه ابوهم شجاع يعني ما يخاف الله يرحمه ان شاء الله ويعوضكم عنه خيرا إن شاء, الله ان شاء الله والله سبحانه وتعالى ان شاء الله سوف يجعله شفيعكم يوم المحشر ان شاء الله وسيكون ذلك اليوم يوم فخر وعز لكم باذنه تعالى اعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقه اتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على المتابعه والى الضيوف على استقبالنا والى ان نلقاكم في حلقه قادمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته